يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الثلاثاء اكثر من مليون و واثنين وخمسين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون واربعه وتسعين الف شخص هذا وحصل على الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من مائتين وستين الف شخص